يريد مرة أخرى أن هو يعني يثير الفتنة الطائفية في المجتمع المصري ويعني يشق وحدة الشعب المصري، وبالتالي يجب أن نتصدى لهذا التطور، ويجب أن أجهزة الأمن تعطي اهتماما خاصا بمعرفة الجناه وتقطع الطريق على مثل هذه الأحداث. طب دكتور عبد الغفار، حضرتك شايف ان مثل هذه الممارسات، حضرتك جيت متابع اللي حصل امبارح في جامعه الازهر، ده مش هيكون حاجه يعني بمثابه اشياء معرقله للبدء في تحقيق العداله الانتقاليه؟ هي مصر الان تتعرض لحرب استنزاف، يعني اللي بيتعمل سواء كان عمليات ارهابيه، سيارات ملغومه، محاولات اغتيال، مظاهرات، تعطيل مواصلات، كل دي حرب استنزاف لتعطيل المجتمع المصري عن ان ثورته تكتمل، وبالتالي كل القوى مطالبه انها تتصدى لهذه الاشكال والاساليب. وانا اعتقد ان المجتمع المصري يعني مهما كانت الصعاب هيجتاز الفتره. طب دكتور، بس اللي بيعمل الممارسات دي قادر ان هو يدخل في عمليه العداله الانتقاليه؟ لا طبعا مش مستعد لها، ده هو بيعرقلها، يعني هو بيعطلها. طب احنا يعني امتى هنسير في طريق المصالحه؟ لما نتجاوز الوضع الراهن، يعني لما نتجاوز الوضع الراهن. لكن ايضا الامر ما يمنعش ان احنا نطبق هذه العداله الانتقاليه على اللي اجرمه حق مصر في عهود سابقه، لان ده هيساعد الشعب على انه يطمئن ان الناس اللي اتضرت هتاخد حقها، وانه اللي اجرم هينال جزاؤه الى اخره.